الوحدة التانية بتتكلم عن الجزء الخاص بالهندسة. الدرس الأول اسمه العلاقة بين مستقيمين، الدرس التاني المضلعات، الدرس التالت بتتكلم عن المثلث. هنحاول نعرف دلوقتي العلاقة بين مستقيمين. العلاقة بين المستقيمين هو 3 حاجات بس. أول حاجة دي، يبقوا المستقيمين عاملين كده، ماشي، أو المستقيمين يكونوا عاملين كده. أو المستقيمين يكونوا عاملين كده. أول حاجة دي اللي هي إيه؟ اللي بالأحمر، بقول عليهم المستقيمين دول من هم؟ بقول عليهم المستقيمان تمام. متقاطعان، صح؟ داخلين في بعضهم، متقاطعان. طب والاتنين التانيين ما شبهها برضه، مش هما متقاطعين؟ قال عليهم برضه ايه؟ المستقيمان متقاطعان. امال ايه الفرق؟ دول عاملين مع بعض علامة زائد. علامة زائد دي اللي هي بنسميها ومتعامدان، يعني متقاطعين مع بعض في نقطة، لكنهم بقدر اقول عليهم ايه؟ ومتعامدان. تمام كده. طيب اخر اتنين دول مش داخلين في بعض خالص، عاملين زي شريط القطر او الحدين بتوع المسطرة، بقول عليهم ايه؟ المستقيمين دول مالهم؟ متوازيان. متوازيان يعني مش هيتقابلوا ابدا ابدا، مش هيتقطعوا ابدا. ماشي كده يا يمنى. يبقى عندي 3 انواع من العلاقة بين مستقيمين: المستقيمان متقاطعان، او المستقيمان مستقيمان متقاطعان ومتعامدان ممتاز. ايه الفرق ما بينهم؟ اكس وزائد ايوه برافو عليك. طب واخر واحدة دي المستقيمان مالهم؟ متوازيان. ماشي، هو ده الدرس، بسيط خالص. بيقول لي المستقيم ده فاكرة كان ايه؟ بسمي مثلا ده الف وده ب. ايه المستقيم الف ب ده؟ ملوش بداية وملوش نهاية، خلاص. طب وجيم وده، يبقى المستقيم ده على بعض اسمه الف ب، والمستقيم ده على بعض اسمه جيم د. اي مستقيمين متقاطعين بيعملوا مع بعض 4 زوايا. فاكرة الزوايا ولا مش فاكرها يا يمنى؟ فكرة. ماشي، ما بيتقطعوا في نقطة هنا، النقطة دي مثلا اسمها ميم. تمام، لو انا عايز اقول الزاوية دي، الزاوية دي اسمها ايه؟ لا، لازم اقول اسمها الثلاثي. في اسم اقدر اقول عليه ميم، لكن لازم اسمها الثلاثي. بقول اسمها الثلاثي ازاي؟ بحط الميم ديت في النص، ماشي، ادي ميم اهي. طيب الميم دي ما بين ضلعين، الضلع الاولاني اسمه الف ميم، مش شايفه؟ لامس الخط اللي هو جاي من الف، صح؟ بقول عليه الف ميم، والضلع التاني اسمه ايه؟ دال. يبقى الزاويه اللي محصوره بين الضلعين الف ميم وميم دال، بقول عليه الف ميم دال كده. طيب لو شاطره بقى تقولي لي ايه الزاويه اللي قصادها دي، اقدر اقول عليها اسمها ايه؟ ميم حق دال. قولي كده تاني. ميم ميم في النص ولا في الاول ولا فين؟ في النص. ممتازه، ميم في النص. بعدين مين في الاول؟ الحاء. إيه بسميها؟ جيم، بس احنا ما بنحطش تحتها خط في الرياضيات. الجيم زي البه كده، ما بحطش تحتها خط. إيه نقطه، اسف. ماشي، جيم وب ميم دال ولا باء به؟ باء. باء. برافو عليك، صح. طب ادي تاني زاويه، عايزين نروح للزاويه الثالثه. الزاويه الثالثه دي اسمها ايه؟ ها، تعرفي تقوليها؟ عارفة. الميم في النص ماشي، والجيم
والدام والدال ورا. والدال والباء، صح لا كده؟ الحاء، الحاء كده. طيب هو الخط الأحمر ده اللي أنا رسمته، هل هو رسم واصل للحاء ولا لأ؟ قلنا اسمها جيم، هل هو واصل للجيم؟ لا هو واقف هنا، يبقى واقف عند لحد الباء، الباء، يبقى من الدال عند للب الباء. وفي النص الميم، ماشي كده؟ ناخد ماشي آخر زاوية اللي هي دي، الزاوية دي اسمها ايه؟ نها. ميم في النص، ماشي ميم في النص. ماشي، اكتب انت. الحاء قدام الجيم، قصدي مش هتفرق. الجيم أو الحاء، وبعديها ألف، وبعديها بعديها الألف. ماشي كده، برافو عليك كده، انت فهمتي معنى الزاوية. طب تقدري تقولي لي هما كام زاوية؟ أربعة. برافو عليك، يبقى أي مستقيمان متقاطعان بيطلع لي أربع زوايا، تمام كده؟ أي مستقيمان يتقاطعان في نقطة بينتج لي أربع زوايا. طيب فاكرة الزوايا الحادة والقائمة والمنفرجة؟ ولا نسيتيهم؟ هي دي عندها أربعة صح؟ اه، الزاوية اللي عشان انا دي واحد دي، لا دي واثنين هم دول متقاطعين، ثلاثة. هو اللي انت بتعلم عليهم دول دي مش متقاطعين ولا زاويات، لا؟ هي يمنى لا متزاويان. متوازيان، المتوازيان مفيش بينهم اي زوايا، ليه؟ لانهم ما تقطعوش اصلا في نقطة، فمين اللي بينتج لي اربع زوايا؟ المتقاطعان فقط، وهما بيتقطعوا في نقطة واحدة، خلاص؟ طيب نفتكر بقى الزوايا، الزاوية اللي أنا رسمتها فوق بالأخضر دي، تقدري تقولي لي دي زاوية؟ انا عارفه. ممتازة، دي زاوية حادة أقل من 90، أقل من 90، فبقول عليها زاوية حادة. طيب لو أنا رسمت زاوية كده، زاوية دي بقدر اقول عليها زاوية ايه؟ فاكرة الزاوية اللي انا رسمتها دي؟ انا كنت الزاوية قبلها انجليزي، فكنت منطقة بالانجليزي. المفروض ايه؟ انا كنت في سنة تالتة انجليزي، فانا عارفاهم شكلهم ازاي بيترسموا، لكن اسمهم مش عارفهم بالعربي. اه، انت لسه محولة عربي؟ اه طيب فاكرة اسمها بالانجليزي؟ لا طيب الحادة دي بالانجليزي انت فاكرة انها اكيوت، صح؟ بالعربي اسمها حادة، لكن الزاوية اللي انا رسمتها من دلوقتي بالاحمر دي اسمها ايه؟ قائمة. اسمها ايه؟ قائمة. قائم. قائمة يعني بكام درجة؟ 90 درجة، 90 درجة. مش كده؟ ولو حاجة حابة تقوليها بالإنجليزي قوليها، مفيش مشكلة، بس أهم حاجة تكون إيه، فاهم؟ خلاص. طيب الزاوية اللي أنا هرسمها دلوقتي بالأزرق دي زاوية إيه؟ زاوية اسمها منفرجة. اسمها ايه؟ منفرد. منفرجة، ماشي. ماشي مستر. هو دي تتكتب أي حروف؟ اه، ممكن اكتب اي حروف، سين صاد عين لام ميم نون واو، هي عادي، خلاص. ماشي.
طيب تقولي لي الزوايا اللي احنا عملناها دي، زاوية ألف ميم دال دي حادة ولا قائمة ولا منفرجة، وزاوية جيم ميم ب، وزاوية دال ميم ب، والزاوية الأخيرة اللي انت ايه قلتيها اللي هي ألف ميم جيم. دي أول حاجة المستقيمان متقاطعين. اه الأربع زوايا دول ألف ميم دال دي كانت زاوية ايه؟ فين ألف ميم دال؟ ألف ميم ألف دال ميم دال اللي هي دي. دي أيوة دي حادة ولا قائمة ولا منفرجة؟ متقاطعين. أيوة هما متقاطعان. الزاوية دي بقى تقدري تقولي لي هي حادة ولا قائمة ولا منفرجة ولا صعب؟ اه دي الزاوية دي، هل هي صغيرة ولا كبيرة ولا عليها العلامة دي؟ دي لا دي كده معناه ان لا هما دي بعاد عن بعض. حد 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 حادة، برافو عليك، يبقى الزاوية دي حادة. طب زاوية ألف ميم جيم اللي بالأخضر، ألف ميم جيم دي تمام. اه دي زاوية كبيرة ولا صغيرة؟ حادة ولا منفرجة؟ قائمة. لا دي قائمة، لازم يعمل علامة مربع كده. لكن دي ايه؟ كبيرة، المسافة ما بينهم كبيرة، دي برافو دي عليك، ممتازة. منفرجة صح؟ طيب الزاوية اللي بعدها جيم ميم ب اللي هي بالأزرق. جيم ميم ب جيم ميم ب دي صغيرة المسافة ما بينهم ولا كبيرة؟ إيه المسافة صغيرة، هي زي اللي فوقها، مش انت قلت اللي فوقها حادة ودي برضو المسافة بينهم صغيرة؟ دي برضه حد. طيب دال ميم به اللي هي بالأحمر، المسافة ما بين الدال لحد البه دي كبيرة ولا صغيرة؟ دي كبيرة ممتازة، يعني منفرجة. منفرد. يبقى المستقيمان المتقاطعان بيطلع لي أربع زوايا، اتنين حادة واتنين ايه؟ القائمة يعني متوسطة. منفرج. قائمة يعني لازم يعمل لي شكل المربع ده، ماشي. طب تعالي نشوف المستقيمين دول، نقول مثلا ده سين صاد وعين لام، المستقيمين دول مالهم؟ متقاطعان ومتعامدان. ايه اللي بيخليني بقى اقول عليهم ان هم متعامدان؟ اهو طلع لي اربع زوايا، بس كل الاربع زوايا مالها؟ قائمة. كل الاربع زوايا بعيدة. قائمة، وسط، بعيدة وما هيش ايه؟ دي بعيدة عندي ودي اه بعيدة عندي ودي بعيدة عندي ودي عندي. كلهم نفس المسافة قائمة. قائمة ماشي، بعمل عليها علامة قائمة. طيب آخر حاجة، يبقى المستقيمين دول متقاطعان ومتعامدان، يعني بينتج لي أربع زوايا قائمة. طيب آخر حاجة قلنا عليهم بيتقاطعوا ولا ما بيتقاطعوش؟ بتقطع لا آخر اتنين دول ما بيتقاطعوش، ما بيتقابلوش أبدا، دي زي ولا شيك دي؟ السكة الحديد. لا أنا وصلت لآخر واحدة، أنا خلصت دول خلاص ماشي. ماشي. دلوقتي أنا في متوازيون، متوازيات. ماشي. يبقى خدنا لحد دلوقتي أنواع يا ريت العلاقة تتكتب فيها، تتكتب فيها. المتوازيان. لا ما بكتبش فيها حاجة لأن ما فيش نقطة تقاطع، بسيبهم شكلها كده زي ارقام ايه؟ ايه الارقام اللي بيبقوا متوازيان زي رقم 11 كده او 11، فاكره بيكون ايه؟ او حرف الاتش، تلاقي ده كده قصاد ده
ويجي في النص حاجة تربط ما بينهم، لكن بيكون هو دوت ايه متوازيان ما بيتقابلوش ابدا. يبقى العلاقة بين مستقيمين يا اما تكون متقاطعان وبينتج لي 4 زوايا، 2 قائمة واتنين حادة، ايه اسف 2 حادة واتنين منفرجة. المستقيمان متقاطعان ومتعامدان بينتج لي برضو 4 زوايا لان هما متقاطعان، لكن كل الـ4 زوايا ايه قوائم. 4 زوايا أو قوائم، ماشي. المستقيمان المتوازيان ما بيتقطعوش ابدا، تمام كده. نروح بقى للكتاب ونحل التدريبات، طيب ماشي يلا بينا. أنا عليا أجيب صفحة 95 و96. 95 و96 عندك؟ أو ماشي حاضر. بيلي اكتب العلاقة بين المستقيمين اسفل كل شكل من الاشكال التالية. انا عندي 3 انواع من العلاقة، يا اما متقاطعان يا اما متقاطعان ومتعامدان يا اما متوازيان. اول شكل اللي هو شكل 1 ده، تفتكري كان المستقيمين دول مالهم؟ وغير مستقيما ألف ب مستقيمين ايه؟ ايه كده؟ ها فاكرهم ولا لا؟ دول مالهم؟ مش زي اللي عندي. انا مشير لك الصفحة بتاعت الكتاب، شايفها على الكمبيوتر؟ طيب انا الصفحة بيقول لي اكتب العلاقة بين مستقيمين. شايفة؟ ده اللي احنا شرحناه. طيب والكتاب كده شايفة؟ هاي أول شكل دوت، إيه العلاقة بين المستقيمين دول؟ والشكل ده هل هم متقاطعان ولا متقاطعان مستقيمان ومتعامدان ولا متوازيان؟ متقاطعان. متقاطعان. هل هم متعامدان عاملين علامة زائد؟ يبقى بقول عليهم متقاطعان ومتعامدان، صح؟ طب يلا اللي بعده. المستقيمين دول كده، هل هم هيدخلوا في بعض ولا هيفضلوا مكملين قصاد بعض؟ متوازيان. ممتازة جدا، برافو عليك، متوازيان. طب ده شكل 2. شكل 3، هل هم هيدخلوا في بعض؟ يعني لو كملت دوت كده لا مش هيدخلوا في بعض، يعني متوازيان. ده يمشي كده وده هيكمل كده، متوازيين. متوازيان يعني مش هيدخلوا في بعض. بس انا بصيت لقيت ان هم قدام شوية هيدخلوا في بعض، يبقى ما اقدرش اقول عليهم متوازيان. متوازيان دي يعني مش هيتقاطعوا ابدا، لكن اقول عليهم ايه؟ هم تقاطع. متقاطعين. هل هم عاملين اكس ولا زائد؟ زائد. زائد زي الاولانيه دي. هل هم زائد زي الاولانيه ولا عامل اكس؟ اكس. اكس. دول يبقوا متقاطعين. ها
الموضوع وصل لك كده ولا لسه شوية في لخبطة؟ مثل طيب ارسمي لي كده على اليمين هنا جوه المستطيل الأزرق ده، ارسمي لي مستقيمان متقاطعان. مستقيمان متقاطعان. برافو عليك. طيب جوه المستطيل المربع ده عايز مستقيمان متقاطعان ومتعامدان. Very good، برافو عليك، ممتازة يوم. طيب آخر حاجة جوه المستطيل الأخضر عايز مستقيمان متوازيان. ممتازة جدا، برافو عليك. طيب نخش بقى على السؤال اللي بعده، بيقول لي ارسم العمود جيم ه، عمود يعني متعامدان، يعني ارسمه عامل زي زائد كده. خلاص هرسمه على المستقيم ألف ب جيم ه، يعني النقطة جيم دي طرف فيه، يبقى لازم يعدي من النقطة جي. برسمه ازاي؟ بجيب المسطرة بتاعتي واثبتها فين؟ على المستقيم اللي هو الرسم دوت كده. خلاص بجيب المستقيم المسطرة بتاعتي واثبتها هنا كده، خليها ماشية على المستقيم، ماشي. طب وبعد كده اجيب المثلث بتاعي، المثلث دوت، واقوم واقف طرف هنا وطرف على النقطة جيم، وطرف الطرف التالت بتاعه بقى كده، امشي المثلث ده على المسطرة، ماشي، لحد ما يجي على النقطة جيم واشد خط. لا لازم اعدي من جيم، ايوه كده، وانزل تحت بقى شويه يا يوم. ها عدى من نقطة جيم، اعديها هنا. هعدي كده، هرسم من على المثلث وعدي كده، يبقى ده اسمه جيم ه. طب اكتب نقطة ه فين؟ في اي حتة، يعني ممكن اكتبها هنا. يعني خلاص كده ده اسمه جيم ه. طب بعد كده شوف هو طالب ايه، بيقول لي اكمل. احنا عملناه زي زائد كده، مدام زائد يعني الأربع زوايا مالها قائمة، ماشي. قياس زاوية ب ج ه، فين زاوية ب ج ه؟ تقدري تحدديها؟ جيم ب ج ه، الجيم بتبقى هنا، ماشي، ب ج ه. ماشي، يعني هتبقى هنا صح؟ طيب بتساوي زاوية مين؟ احنا قلنا الأربع زوايا قد بعض قائمة، بتساوي الزاوية مين؟ ممكن أقول الزاوية دي، دي اللي بالأخضر، اللي بالأخضر دي، ممكن أقول عليها إنها بتساوي، صح؟ الزاوية دي اسمها إيه بقى؟ قاطعي اسمها إيه؟ متقاطعان. الزاوية دي الزاوية دي آه.
باء جيم هاء. دي جيم في النص اهي، ودي ما بين لمسة الألف اللي هو جاي من الألف واللي جاي من الهاء، يبقى ألف جيم هاء. طب بتساوي كام درجة؟ فاكرة الزاوية القائمة كانت كام درجة؟ كانت الحادة أقل من 90، والقائمة كانت ب90، والمنفرجة كانت أكبر من 90. خلاص كده؟ يعني الزاوية دي هتبقى كام؟ مش دي قائمة؟ الزاوية القائمة كام؟ كام درجة؟ 90. ممتاز، يبقى الزاوية القائمة دايما ب90، ودول مستقيمان متعامدان، لأنه قال لي ارسم عمود، يعني متعامدان، يعني كل زاوية ب90. تمام كده؟ ماشي. خش على السؤال اللي بعده، برضه بيقول لي ارسم عمودا من نقطة س على المستقيم صاد ع. أنا قلت برسم عمود ازاي؟ بجيب المسطرة وأحطها فين؟ على المستقيم. ماشي؟ شاطر. وبعدين أجيب المثلث اللي عندي في الأدوات الهندسية وأوقفه كده، وأمشي بيه شوية ناحية اليمين ناحية المستقيم س. خلاص لحد ما يبقى هنا. لا، المثلث لازم تكون الحتة القائمة على مين؟ جاي على س. بمشي كمان شوية كده لحد ما يجي على س. خلاص جاي على س، أشد خط مستقيم كده باللون الأخضر وأرسمه. أيوة، برافو عليك، صح كده، معدي من سين ونزل عمود. هو قال لي عمود يعني بيعمل زاوية ايه؟ إيه؟ قائم، متقاطعة. قاطعان ومتعامدان، لانه قال لي ارسم عمود، فعمود دايما بعمل له زاوية قائمة. خلاص، بيقول لي نقطة واو دي هي نقطة التقاطع. بيقول لي العمود الذي رسمته مع صدعي لو زاوية سين واو صاد، سين واو صاد اللي هي بالاخضر دي بتساوي زاوية مين؟ بتساوي كام؟ ها، سين واو صاد، تعرف تقولي لي زاويتها كمان؟ ماشي، 90، برافو عليك. طب اسم الزاوية التانية بقى؟ ايه؟ ممكن اقول الزاوية دي اللي هي بالازرق دي، تعرف تقولي لي الزاوية دي اسمها ايه؟ هما كلهم قد بعض، 90. الزاوية دي زي كده دي. حادة. احنا قلنا المتعامدان بيعملوا زوايا قائمة. ماشي؟ صح؟ الزاوية القائمة دي اسمها ايه؟ تعرف تقولي اسمها؟ من هنا سين، من هنا واو، ومن هنا عين، يبقى اسمها ايه؟ ها بسرعة. اسمها بنحط مين في النص؟ مين؟ دي واو، اسمها واو، بحط واو في النص. وديت لمسة مين؟ الله، الزاوية اللي هي بالاسود دي لمسة مين ومين؟ الخط اللي هو جاي من سين. لمسة العاء ايوه، العين العين والسين. والسين، برافو عليك، سهلة كده. طيب بيقول لي ارسم مستقيما يوازي المستقيم المرسوم لام بحيث يمر بالنقطة نون. يعني أنا عايز أرسم مستقيم
من لام هنا لام اهو، عايز مستقيم يوازيه يعني يمشي قصاده بالظبط يعني كده مثلا، يمشي قصاد مين؟ لام، بس يعدي من نقطة نون. طب ده برسمه ازاي؟ اما يبقى واحد لوحده بيتسمى ايه؟ نعم، اما يبقى كده لوحده يتسمى اسمه مستقيم، خط مستقيم، وده برضه خط مستقيم. العلاقة ما بينهم لو ده مشي كده وده كمل كده هيبقوا متقاطعين، يبقى العلاقة بينهم متقاطعين، متقطع. أو يفضلوا الاتنين ماشيين كده متعامدين، لكن هو واحد لوحده اسمه خط مستقيم. طب تعالي نشوف ازاي بنرسم المستقيمان المتوازيان. في واحد مرسوم اهو لام، وحدد لي نقطة نون عشان يعدي منه الايه؟ التاني. خلاص، بعمل ايه؟ بجيب المثلث بتاعي، ماشي، المثلث اهو اللي طلعت. مثلث ماشي، بعمله كده. برسمه كده، ده ده المثلث اهو. خلاص، واهو كده على المستقيم. برجعه ورا خالص، بطلعه فوق خالص، يعني يبقى هنا مثلا. يبقى في أي مكان. لا، لازم اخليه في اخر المستقيم، ماشي كده. وبعدين بجيب المسطرة بتاعتي، المسطرة اهي، اعملها لك بايه؟ بشكل مربع كده. دي المسطرة بتاعتي. خلاص كده، اجي احط المسطرة اللي بالسمرة دي فين؟ المثلث فين؟ هنا اهو، هروح ارسمه تاني. المثلث اخليه بالازرق. هاجي احط المسطرة اللي بالاسمر دي، طبعا انا نقلته فين؟ جبته في اخر الايه؟ المستقيم كده. تمام كده. المسطرة بقى احطها فين؟ المسطرة اللي بس الاسمر دي هشيلها احطها انا. اهي خلاص، واسحب المثلث اللي بالازرق ده امشيه قدام شوية اهو لحد هنا. خلاص، المثلث ده لما جه هنا بقى قصاد النقطة ايه؟ نون. اقوم واخد من قصاد المثلث كده وايه؟ وارسم مستقيم، مستقيم اللي هو بالاخضر ده، هاخد من المثلث واعديه من نقطة نون. كده هو ايه؟ موازي للمستقيم ليه. يبقى انا الاول احط المثلث واخليه في اخره، بعدين اجيب المسطره من ورا واسنده عشان المثلث ده يمشي عليه. قدمت المثلث لقدام شويه، طبعا المسطره ثابته وايه لحد ما اوصل نقطه النون واوصلها كده. واضحه ولا اعيدها تاني؟ لا واضحه. ماشي، بيلي الشكل 5. الشكل ده اخر سؤال في الدرس ده. شكل 5 بيقول لي أ ب و ب ج، إيه العلاقة ما بينهم؟ ببص للشكل اهوت، أدي أ ب ج س ص ع، باجي بالراحة بقى أ ب و ب ج بحددهم. أ ب اللي هو الخط ده، و ب ج اللي هو الخط اللي تحت ده، إيه العلاقة ما بينهم؟ هل هم داخلين في بعض ولا ماشيين قصاد بعض؟ داخلين في بعض. داخلين في بعض، دي معناها ان هم متعامدين. فاكره اللي هي زائد؟
هي دي علامة زي اللي هم متعامدين، لو داخلين في بعض وعاملين زاوية 90، زاوية قائمة، متوازيين دول يعني ماشيين قصاد بعض. يبقى أنا أختار مين اللي هو متعامدين. طيب أ ب و ص ع، أ ب اللي هو أعلم عليه بالأخضر مرتين ده، و ص ع، ص ع أهو، خد من أ ب وصاد عين، هل دول داخلين في بعض ولا ماشيين قصاد بعض؟ ادي داخلين في بعض. الف ب اهو اللي هو ماشي كده ماشي، وصاد عين اللي هو الصغير اللي هو ماشي كده، شايفه الخطين دول كده اقدر اقول ان هم داخلين في بعض ولا ماشيين قصاد بعض؟ ماشيين قصاد بعض. برافو عليك، يعني متوازيان. ماشي طيب، س ص و ب ج، س ص فين س ص اللي بالاحمر دوت، و ب ج ب ج اللي تحت ده، ها الاثنين دول اقدر اقول عليهم متقاطعان متعامدان ولا متوازيان؟ اللي انا معلم عليهم دواير دول، دي خط ده والخط ده، س ص س ص و ب ج ب ج، ها متوازيان ولا متعامدان؟ ارسمهم لك على جنب، ادي س ص اهو ب ج تحت، ها دول كده داخلين في بعض ولا متوازيان؟ لا هم كده، ايه هم اسمهم اسمهم تقول اسمهم ايه؟ اسمهم الخطين دول كده ماشيين قصاد بعض ولا داخلين في بعض؟ متقاطعان ولا متوازيان؟ متوازيين. ممتاز، برافو عليك، متوازيان. ألف صاد يقطع به عين في نقطة إيه؟ فين ألف صاد؟ ألف صاد ده اللي أنا أرسمه بالأخضر ده، بيقطع به عين، فين به عين اللي أنا أرسمه بالأزرق؟ أدي به عين، ونكمل شوية عشان أعرف هو بيقطعه فين، بيقطعه فين؟ الخط اللي ايه بالاخضر قطع الخط اللي بالازرق فين؟ عاملين علامة اكس. ايوه بس ايه النقطة اللي بيتقابلوا فيها؟ الف صاد نقطة نقطة، ده الف صاد اهم اللي بالاخضر، وبه عين اللي هو بالازرق، الخط الاخضر والخط الازرق اتقابلوا في نقطة، ايه النقطة دي؟ ايه ر الجيم. الجيم، صح برافو عليك، نقطة جيم. طيب آخر سؤال، بيقول لي صاد جيم يقطع به سين في نقطة ايه؟ فين صاد جيم؟ صاد جيم اللي هو ده، أرسمه لك بالبن، ماشي ارسميه انت، بيقطع به عين فين؟ بس طولي شوية يعني، صاد جيم خليه كبير شوية، وبه عين برضو طولي شوية، آسف، صاد جيم وبه سين، فين صاد جيم؟ طولي خالص، امشي على قصاد الخط الكبير يعني، مش به جيم، به سين، أنا لخبطتك وقلت لك به جيم، بس هي به سين، أنا آسف. صاد جيم طوليه على الاخر، وبه سين طوليه برضه على الاخر، وشوفي بيتقابلوا في نقطة. به سين به سين، هساعدك انا يسين. ارسمه بالون، اه ده به سين اهو،
ارسمه بشكل خط مستقيم. ايوه برافو عليك. وجيم صاد طوليه شويه اللي هو ده. هل الخط البني بيقطع الخط البامبا ده ده فوق؟ اكس اكس ماشي. بيتقطعوا فين؟ هو عايز نقطة ايه اللي بيتقطعوا فيه؟ هنا اسمها ايه؟ متوازي نقطة ألف. نقطة ألف شفتيها؟ ماشي. رفاي. طيب يبقى النهاردة خدنا الدرس الأول في الوحدة الثانية، قلنا الوحدة الثانية دي بتتكلم عن الهندسة، وقال لي بعنوان الدرس في الوحدة الثانية الدرس الأول اسمه العلاقة بين مستقيمين. خدنا العلاقة بين مستقيمين 3 أنواع، يا إما المستقيمين دول يكونوا متقاطعين، يا إما متقاطعان ومتعامدان، يا إما متوازيان. تمام كده؟ طيب المتقاطعان دول مالهم؟ عاملين 4 زوايا مع بعض، ما دام هم داخلين في بعض عاملين 4 زوايا، 2 حادة و2 منفرج. الحادة دي اللي هي أقل من 90، والقائمة اللي هي ب90، ومنفرجة أكبر من 90. طيب المستقيمان متقاطعان ومتعامدان، بيبقى شكله عامل ازاي؟ عامل زي علامة زائد، بيبقى عامل 4 زوايا. مستقيمان متقاطعان اكس، بالظبط. متوازيان بعيدين عن بعض. ايوه، وبعرفهم من الزوايا برضه، يعني المتقاطعان بلاقي الزوايا يا اما حاده يا اما منفرجه، لكن المستقيمان المتقاطعان والمتعامدان دول مالهم؟ عاملين 4 زوايا قائمه اللي هي 90 درجه. ماشي. اخر حاجه خدناها اللي هي المستقيمان يكونوا متوازيان. المستقيمان متوازيان يعني ما بيتقاطعوش ابدا، زي حرف اتش كده، وزي نمبر 11 هي رقم 11 اسم، دول خطين او العددين دول ما بيتقابلوش ابدا، بيفضلوا ماشيين قصاد بعض. ماشي يا يمنى. وبعد كده حلينا الاسئله اللي على الكتاب. مش هي اصلا مش موجودة عندي، مختلفة، لكن الواجب اللي عليا ابقى احله لوحدي. انت هتحل الاسئله اللي على الدرس ده، انت معاكي كتاب سلاح التلميذ ولا كتاب المدرسة؟ سلاح التلميذ. ماشي. هتحلي الأسئلة اللي هي موجودة في سلاح التلميذ، ولو في أي حاجة وقفت قدامك احنا ميعادنا يوم الاثنين إن شاء الله. تمام كده؟